هسه النيو وورلد كاتانيوس ليشمانياسيس والميوكو كاتانيوس ليشمانياسيس هاي تختلف عن ذيك، انه هذيك كانت بس بالسكن وتوقف بالسكن، هاي خلينا نقول كانه انفيزيف، يعني هيجي تفوت ديب اكثر توصل للميوكوزا مال ميوكوزا ممبرين اوف ذا ماوث نيزو فارينكس باي اكستنشن اور ميتاستاسيس. المهم يعني هي تصير بالسكن وبعدين تبدي تفوت ديب للميوكوزا، خوش تصير بها بيرفوريشن يعني. اوكي خلي نبدي انه هي شويه هاي السلايدات الجايه شويه مخربطه بس يلا نحاول نرتبها. الفكتور اسمه لوتزومايا، اذا خربطته فهو باعوا الساند فلاي عندنا نوعين، اللوتزومايا ونوع اسمه بي اتش مستحيل اتذكره هسه، والبي اتش همينه بي نوعين، فهو هيك يعني هاي كأنه هاي البيبي والبيبي نطت أمات اثنين، هاي الأم واحدة وهاي أم اثنين، وهاي الأماية نطت بنات اثنين هيك، إنه جينيريشن خلينا نقول مثلا، هي مو بصدق جينيريشن بس هيك أنتوا فكروا بيها. فاللوتزو مايا شو تسوينا بالنيو وورلد، والبي اتش هاي مع الأولد وورلد، خوش وإيه يلا نانا شو يقول لك ممكن يكون range from transit يعني فشي بسيط مؤقت ويروح to extensive and multilating، يعني هو قلت لكم مثل invasive يعني هيك extensive كلش يكون severe. أوكي وهاي النوعين شن هي نوع الليشمانيا، النوع الليشمانيا نوع الباراسايت، بس لا تخربطون بين الليشمانيا وبين ساند فلاي. الليشمانيا اللي هنا اللي تسويها البرازيليانسز والمكسيكانة، تسوينا هذول الاثنين تسوينا الميوكوكاتينيوس. أقول لك بالسنترال وساوث أمريكا وإلى آخره ما بيها شي. يقول لك إنه الأمستيغويد والبرومستيغويد هو نفس بقية السبيشيز لأنه هي ما نفرقها قلنا. اللايف سايكل causing the new world هنا يقول لك نفس الليشمانيا except شنو هو؟ إنه الأمستيغويد اللي هي داخل الميكروفاج وين نلقاها بالسيل of the skin and mucous membrane but not into internal organ. هي حتى هذيك الفوقها كنا نشوفها ما كانت موجودة بالinternal organ لأنه كانت شو اسمه كانت skin lesion، بس خلينا نقول إنه يعني skin والميوكوزا مو بس بالskin. The infection is transmitted to man من الأنيمال اللي هو شنو هو الفيكتر اللوتوزمايا نفس اللي حكينا. يقول لك الرودنت والدوميستيك انيمال هما الكومن سورس اوف اند ريسيرفوار اوف انفكشن، نفس اللي فوق قبل شويه كانت همين الدوغ والرودنت. دوميستيك اعتقد يعني هذول اللي نربيهم احنا مثل البت يعني. الدايركت ترانسميشن اند اوتو انفكشن also occurs man to man، انه المان تو مان موجود اوتو انفكشن هم ممكن يكون موجود، اللي هو شلون بالكونتاكت يعني الدكتورة قالت إذا منطقة بها ليجن وبكونتاكت ويا منطقة سليمة ممكن يصير الشسمة الانفكشن. clinical feature يصير عندنا يقول الكومبلكس lead to cutaneous leishmaniasis which closely resembles old world cutaneous leishmaniasis، نفس هذاك بس احنا قلنا مثل قبل شوي قلنا الفرق انه هذا يكون بالميوكوزا همين. النوع المكسيكانة اسمه الليجن اسمها التشكليرو ألسر، سوينا نوع معين اسمه تشكليرو ألسر. هنا أنا شو يقول لك الليشمانيا مكسيكانة بيفانويا اللي هو نوع يعني بعد سب تايب أقل، يسوينا ديسيمينيتد أنرجيك كيوتانيوس ليشمانياسيس، ما فهمت للأمانة. فالمهم بس فهموا إنه هو يسوي لنا ديسيمينيتد أنرجيك كيوتانيوس ليشمانياسيس اللي هو نوع سب تايب بعد من البيفانويا. أوكي بس وهمينا linked with deficient cellular mediated immunity، يعني همينا السيل mediated immunity تكون قليلة فتسوي لنا هاي الليشمانيا تسوي لنا هذا النوع. زين الكلينيكال فيتشر
اخيرا شن هي. شو يقول لك البرازيليانز؟ البرازيليانسز تسوينا بوث ميوكو كاتانياز وكاتانياز نفس المكسيكانة، بس مثلا المكسيكانة قلنا عندها اسم معين اللي هو الشكليرو ألسر هاي. خوش شو تسوينا most severe and destructive form من الكيوتانياز ليجن، قلت لكم هي انفيزيف تكون بالنوز بالماوث باللارينكس. patient experiences a nodule at the site of the sand fly bite with symptoms consist with oriental sore. يعني هي الجنرال هسه اللي رح نحصله شنو، انه النيو وورلد اللي هي المكسيكانة والبرازيليانسز شبيها هاي تسوينا ميوكو كوتانياس، ميوكو كيوتانياس يعني النوعين ميوكو والكيوتانياس. فشو تصير هي تشبه لايك او ريسامبلينج الكيوتانياس مال الاولد وورلد، بس شبيها تكون مور انفيزيف مور ديستركتيف، يعني تشوه أكثر، تفوت للديبز أكثر، تأكل الجلد وتجوه الجلد أكثر من هذيك. هذيك ما أصلا ما تأكل إن الميوكوزا، وإنما بس تشتغل على الجلد. فيقول لك symptoms consist with consistent with oriental sore، يعني هي تشبه الأورينتال سور اللي هي مال تروبيكا بس تكون more invasive. زين وقلنا ممكن تكون اكو نوديولز بمكان البايت اللي هي، وش تصير عندنا بورفوريشن انفيزيف بورفوريشن، حتصير عندنا نيزل سبتم ديستركشن، حي تخربط النيزل سبتم، حصير عندنا انلارجمنت، هاي انلارجمنت اوف ذا نويز اند ذا ليبس اللي هو اسبانديا انلارجمنت اوف ذا نويز اند ذا ليبس، حتصير هيك كانها منتفخه. خوش فهي كأنه خلينا نقطها حتى ما ندوخ بيها. إنه باعوا هسا أول شيء هي مثل الأورينتال سور بس تكون مور ديستركتيف ومور إنفايزيف، هاي أول شيء موست سيفير ديستركتيف وإنفايزيف ليجن. وين موجودة؟ إنفولف بالنوز والماوث واللارينكس. اثنين ممكن تسوي لنا نوديولز بالمكان مال الشسمة، وهي مثل ما قلنا تشبه تعود للنقطة الأولى تشبه الأورينتال سور. بعد تكون عندنا بورفوريشن ثلاثة وأربعة الإسباندية. خوش خمسة ممكن الفويس تشينج، لأنه قلنا هي توصل لللارينكس وقاعد تتآكل، هي تتآكل مو تتآكل تآكل شي يسموها، أنه تخلينا الميوكوزا متآكلة، حتسوينا ألسيريتد ليجن may lead to scarring and tissue destruction and can be disfiguring. خوش وهنا أنا وين ممكن ينتقل بهاي المناطق وفنا منها، فهاي أربعة وهاي خمسة، وممكن عادي يصير بي هيلينج ويتحول للتشو سكار وتشو عادي، بس يكون disfiguring حال أي تشو حال أي سكار. سوري هاي صارت عندنا هاي النقاط، هاي وين؟ هاي بالميوكوكوتانيوس ليجن، هيك تكون ال خلينا نقول clinical manifestation مالتها، هيك تكون تشبه الأورينتال سور بس more severe more destructive، تكون involve الميوكوزا همينة مال الماوث مال النوز مال اللارينكس، حتصير عندنا نوديول، حتصير عندنا perforation، حيصير عندنا enlargement باللبس والنوز، حيصير عندنا حتى الفويس ممكن يتغير، حيصير عندنا همينة سكار. ولا تنسون انه المكسيكانة الليجن مال المكسيكانة اسمها تشكليرو ألسر. زين هنا أنا بس حنشوف صور ما بيها شي، بس حنشوف انه هي شقد ديستركتيف، دا تشوفون هذا النوز مالته كله ماكو، هذا اللي صار بيها ديستركشن ورجعت صوت لنا سكار ديسفيجرينج سكار. هاي نفس الشي هنا الميتاستاسيس فيا بلاد والليمفاتيك سيستم، انتقلت من البلاد والليمفاتيك سيستم. بعد شنو عندنا هنا؟ أنا ما بي شيء بس دا يقول لك ديفيوز كاتانياس ليشمانياسيس نفس هذا اللي قبل شوية، سكالي نوت ألتيريتد نوديول كرونيك بينلس نيوميروس باراسايت سيلدوم هيل ديسبايت تريتمنت. هاي قبل شوية حكيناها الديفيوز كاتانياس نفسها، بس هذيك كان مكتوب هنا اثيوبيكا هنا المكسيكان، هي نفس الشيء. اوكي وممكن هنا كاتبين كرونيك بس هي همينة ممكن قلنا تطيب وتسوي لنا سكار.
هنا ايش يقول لك؟ الديفيوز ليشماني اشز اللي كنا هي اللي الديفيوز اللي هي الاشخاص اللي ما عندهم اميونيتي، فتصير عندنا ماني مايكروفاج اللي هي اسمها ال دي بودي، والهوست لاكينج اوف سيل ميديتد اميونيتي. الديفيوز اسمها لبرويد اور كيلويد، همينة لها اسم لاخ يعني. الاسبانديا اللي هي شن هي الاسبانديا اللي هي النوع اللي هو مال انفيزيف يعني. ريسيديفال كرونيك لوبيود اللي هي الكرونيك اللي هي نفسها، احنا قلنا ريسيديفا اللي هي قلنا تشبه اللوباس، هي هاي شبيها تكون ريلابسينج كيوتانيوس ليجن. هذا نفس الحكي دين عاد ترى، لانه احنا قلنا الريسيديفا ريلابس يعني تروح او ترجع، فهي يعني تروح وترجع هيك، انه الطيب واحد يصير بي هيلينج ويرجع هيك. With few or no amastigoid لأنه عندنا hyper sensitivity individual، نفس الحكي اللي مال الجدول هذا بس عادي بغير شكل وحاطي له أسماء له. إنه diffuse بالأشخاص اللي ما عندهم immunity، بينما recidiva بالأشخاص اللي عندهم immunity، فلهذا ماكو amastigoid. هنا diagnosis والtreatment نفس ال previous type اللي هو يعني مال cutaneous old world. خلصنا المفروض. شوية طولت المحاضرة صحيح، بس هي أصلا طويلة المحاضرة وبها حكي هواية.